يعني انا لما جيت على هالبلد يمكن ما بجوز ما كانش معي 100 دولار. هيثم وهيثم. هيثم وهيثم ما بصير هيثم. اول ناس اجوا على باترسون كانوا اللبنانيين والسوريين. كان في جالية عربية بس ما كان في يعني بالكمية اللي هي اليوم، ما كان في. يا صباح الفل. يعني انت حاطط في راسك يعني must succeed. صح يا استاذ عطية، يا استاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من باترسون من شارع فلسطين بنقولكم اليوم يا هلا من عند حلويات نابلس. هاي الحلويات اللي هي تقريبا الأقدم والأشهر في باترسون. تعالوا نشوف شو قصتها من هون من باترسون. يلا ليتس جو. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله عليك. يعطيك العافية. يعطيك العافية. أهلين، كيفك؟ الحمد لله بخير. حلويات نابلس تفضل. تقريبا الأقدم والأشهر في باترسون. نعم صحيح. ما شاء الله. حضرتك الاونر؟ نعم نعم. عرفنا عن حضرتك. هلا بيك. الاسم شرسان نصار عبد ربه. ابوي اجى على البلد هاي في 1965. 65 ما شاء الله. ابوي اجى هون. انا اجيت بال 1978. درست في جامعة مونت كلير وتخرجت في ال 84 بيولوجي وكيمستري. كيمستري يس يس. اشتغلت في بسيك فالي ووتر كوميشن، هي مسؤولة عن drinking water لباترسون وبسيك وكليفتون واذر سيتيز. يعني حلو. اشتغلت في المختبر من ال 84، خلصت بال 99. 15 سنه. 15-16 سنه. أكثر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي هون من داخل حلويات نابلس جايين عم نعمل صينيه الكنافه مع هون اخونا. عرفنا اسمك كريم. سيد هيثم. ماشي هذا اسمي. عرفنا اسمك كريم. هيثم. هيثم وهيثم. هيثم وهيثم ما بصير هيثم. يا سيدي اهلا وسهلا فيك حبيبي. عمال قديش صار لك انت عم تعمل بهالمصلحه؟ خلينا نقول انا بقى 4 سنين هنا. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. 4 سنين في الحلويات. يا في الحلويات. يا سيدي الله يقويك. ومن لاجئ حضرتك من مصر؟ من مصر طبعا. من مصر على هنا على طول على حلويات نابلس. من مصر على هنا على حلويات نابلس. ما شاء الله يا سيدي الله يقويك. قديش صار لكم فاتحين هون حلويات نابلس؟ في باترسون من 1997. شلون خطرت لك الفكره هي تبعنا انت تفتح محل حلويات؟ فكره الحلو يعني كانت البلد بحاجه الى محل حلويات على طريقه بلديه زي بلادنا. حلو. يعني انت كيف يعني مثلا تروح على نابلس او تروح على القدس او على رام الله، تروح مثلا تقول له بدي صحن كنافه او بدي بكله او شكل او شيء. كان عندنا في بيتزا. يس. محل بيتزا. يعني. قبل ما تفتح انت؟ قبل ما تفتح انا كان عندنا محل بيتزا. نعم. ما شاء الله. وشلون انت تعلمت مصلحه الحلويات معناتها؟ الدريم انك يكون عندك بزنس، يعني ما هي بلد الاوبورتونيتيز. يس. فرص. سبحان الله. في 97 نزلت على الاردن، كنت اروح كل يوم من الساعه تقريبا 7 الصبح كل يوم، قعدت تقريبا 40 45 يوم. كنت اخذ يعني نوتس والشباب يعني علموني والله، بس كانت صعبه. الانجريدينتس في البلاد كانت تختلف عن هون. اول صدر كنافه سويناه الشباب اللي صلحوا لي المحل اكلناه، حطيناه على الارض، ما كانش في طوايل، حطيناه على الارض واكلنا صدر كنافه. حلو. يعني كيف يعني زبط اول صدر كنافه؟ اول صدر زبط. 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 يعني انت حاطط في راسك يعني must succeed. صح. لانه ما حتنجح. بس بر طبعا كله باراده الله سبحانه أكيد. وتعالى التوفيق كله بتوفيق الله. والامور الحمد لله مشت يعني وفتحنا المحل. شلون بتعلمها؟ استويت ولا ما استويت؟ هذه سر المهنه. بعرف سر المهنه. بحاول عم ناخذ سر المهنه. خش علي يا عم هيثم. يا صباح الفل. ارفع يا معلم وورجيني الترتيب. بسم الله ما شاء الله. شوفوا لي على الترتيب. شكلس يا معلم. يا سلام. يلا خلي الناس تنبسط. خلي الناس تبسط. بس هيك اعملها. يلا يلا يا هيثم يا استاذ عطيه يا استاذ.
هل كانت باترسون بهالطريقه هي او لا؟ لا 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 طبعا لا، كان في جاليه عربيه بس ما كان في يعني بالكميه اللي هي اليوم، ما كان في. طب شو اللي خلى الناس تجي لهون؟ يعني الجاليات دائما بتدور على بعضها يعني، يعني مثلا السوريين اول ناس اجوا على باترسون كانوا اللبنانيين والسوريين، وباترسون ملقبه بالسلك سيتي اللي هو الحرير. نعم. كانت مشهوره في شركات تعمل نسيج. اول ما اجوا السوريين واللبنانيين هالحكي يمكن 1800 يعني، سبحان الله كانوا شاطرين، والسوريين واللبنانيين عندهم حرف يعني، بس خصوصا السوريين يعني بلشوا بالشركات هاي يشتغلوا وكونوا جاليه، وبعدين الفلسطينيين والاردنيين وفي الاتراك عندنا هون. يعني هلا هي هلا هون مثلا شارع هلا سموه شارع فلسطين. هلا شارع فلسطين. الفلسطينيين اللي مثقل هنا يعني عندنا جدج قاضي فلسطيني، عندنا البوليس اوفيسرز في فلسطينيين، في عندنا في الشيرف ديبارتمنت كمان. شو الحلم تبعك؟ والله هلا بصراحه يعني خلص الحمد لله everything is set، يعني شو الواحد بده يسوي؟ الواحد لازم يكون قنوع. يعني انا لما جيت على هالبلد يمكن ما بجوز ما كانش معي $100. حلو. ماشي. شو الحلم تبع اول شاب؟ شو حلمه؟ يكون عنده سياره. الحمد لله في عندنا سياره. حلو. وعندك بيت، في عندك بيت وعندك شغل الحمد لله. ورلس عرفنا اسمك كريم. مراد وشاح، انا من فلسطين سكان الاردن. كل شيء عربي بالمناطق هاي، الملاحم الحلال، كل شيء موجود هون. والحلو اي واحد مهما بعت ترجع مرجعك لباترسون هون في شراء كل شيء بدك اياه. ما شاء الله تبارك الله. شكرا كثير. العفو. يعطيك العافيه. حياكم الله. اسمي نادر جميل. وينام حضرتك من سكان باترسون حضرتك؟ لا انا جاي من برا امريكا اصلا. جاي من برا امريكا. انا عايش في السعوديه. اها. فكنت زياره هنا في امريكا. فجينا هنا بس عشان اكيد عشان المطاعم الحلوه والعربيه. حلو. وزرنا محل حلويات اللذيذ حلويات نايس. ما شاء الله. شكرا كثير لك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ترجع بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا لكم. من جوات حلويات نابلس بباترسون من شارع فلسطين، من عند هالصدر الكنافي هاد يلي لساته سخن وتازه وهلا عملناه، ومن جنب اخونا هيثم حبيبي. شو بنقول لهم؟ يا هلا السلام عليكم.